من معلمة إلى ممرضة إلى فنانة، تبحث عن مواطن الجمال الكامن داخلها والعالم المحيط من حولها لترسمه على كل ما تقع يدها عليه. هكذا وقفت نداء في وجه الخوف والفقد واللجوء. والله كتير كان صعب، لأن طلعت لأنه نزلت قذيفة هاون من جهة مجهولة على طفل من حارة، هو من درعا، وأنا طبعا كممرضة بدي ساعد. هذا الطفل استشهد بين إيدي، فهو كتير أثر على نفسيتي، ولأني خفت على أولادي لا قدر الله أنه ينصابوا يعني قذائف، حملت حالي وطلعت لهون. هو مفقود، انفقت فترة وبعدين طلع جثته أنه ميت. أم لثلاثة أبناء وأرملة شابة، هذا ما خلفته ويلات الحروب لأبرياء باتت سعادتهم وأمنهم مؤجلين لأجل غير معلوم، إلى أن نداء ترفض أن تكون حلقة الضعف وتصر أن تنهض بحالها لتواجه مصاعب الحياة المعلنة وتتلذذ بنعمها المستترة أينما كانت. بصراحة كانت حالتي النفسية كتير تعبانة، المفوضية دعموني نفسيا، يعني صار يعمل لي زيارات لحتى ما رجعت نفسيتي ارتاحت يعني شوي، ورجعت للحياة الطبيعية مشان أرسم يعني وعيش يعني، ورجعت للرسم وللفن مرة ثانية. إن شاء الله لو يعني إذا عملت خطأ أو أي مشكلة بدك تعدلي صعب تعدلي. أنا حبيت بينه بصورة قوية مشان أكون قدوة لغيري، لأنه في كتير زوجات شهداء كمان ضعفوا واستسلموا لليأس كرمال إنه كل واحدة عندها مهنة أو حرفة يدوية تشد همتها وتشتغل وتتذكر إنه عندها أطفال هن بحاجتها، ما تأثر نفسيتها على أطفالها يعني. بابتسامة متعففة ورضا تام تواجه هذه الأرملة قدرها، منتظرة أن تزيح الهموم ظلها الثقيلة عن هذه العائلة وآلاف العائلات السورية ممن استسلمت لطغاة أثروا موت الأبرياء على الحياة. مثل العديد من السوريات، تأثرت حياة نداء بويلات حرب لم تنتهي منذ 7 سنوات وانتهاكات نظام لا سابق لها، إلا أنها هنا تتمسك بالأمل اليوم لتبدأ بحياة ملؤها الاستقلال وتجاوز المحن. لليوم على الحرة مرفت العزة من عمان.